بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين يطيب للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة التي تعرف هذا اليوم تحتضن المحكمة الابتدائية حفلة تنصيب السادة القضاة الذي تم تعيينهم وذلك بمناسبة نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة والتي أفرزت تعيين 5 قضاة بالرئاسة وثلاث قضاة بجهاز النيابة العامة. هذه التعيينات التي نتلقاها بحرارة ونرحب كذلك بالسادة القضاة الذين تم تعيينهم بهذه الدائرة القضائية نظرا للاستجابة لطلبات السادة القضاة سواء بالنيابة العامة وبالرئاسة لطلبات انتقالهم، ولا شك في أن هذه التعيينات ستعزز صفوف القضاء بجهة الحسيمة في أفق أن تكون هذه المحكمة محكمة نموذجية سواء بالأحكام التي تصدرها نوعا وكما. لذلك فنحن كمكتب جهوي لنادي قضاة المغرب ما عسانا إلا أن نكون جد سعيدين بهذه المناسبة لنلتقي بزملائنا والذين سيضخون دما جديدا في الجسم القضائي برمته وعلى المستوى الجهوي، آملين لهم كامل التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية بما يكفله القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين. وشكرا.